ايوه اخيرا جود 7 نزلوا الام في، لسه منزلينه من 10 دقايق بالظبط. فاحنا هنشوف ايه بقى، احنا هنشوف الابداع بتاعهم. انا كنت متشوق جدا من التيزر التاني، بحيث ان هم كانوا الرقصة بتاعتهم كانت جميلة جدا. فاحنا هنشوف الام في، يلا معانا بسرعة كده. انا بام بام بيس وبس، تمام. وممكن يونج جاي، بس دوت الناس مش عارف احددهم. ماشي، المهم دلوقتي انا متحمس للام في. يلا الله. جاكسون وبن بن ظهروا خلاص يعني. بام بام، الله. الراب يا جدعان هو جامد فشخ يعني. طبعا جاكسون طبعا حلو يا جدعان، انتوا فاهمين طبعا. ده مارك ده صح؟ ده مارك صح؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ يخرب بيتك. بحسه كده غريب شوية في نفسه، بس جامد جدا، انتوا فاهمين؟ ده اسمه ده يوجيوم صح؟ انا خلاص كده انا تايه. لا ده يوجيوم، ده جي بي، ده الجي بي صح؟ اوه مرايات جامده فشخ يعني. بصوا البتاع اصلا معموله ازاي يا جدعان؟ جاكسون يا جدعان صح، انا جاكسون بيس برضو. هو هم كله الفرقة موهوبة يا جدعان، اقسم بالله الفرقة جامدة فشخ. ده مارك ده انا. ايه ده، ازاي الحلاوة دي تسيب وتعملها اكليبس؟ ازاي ولا محدش عمل لها اكليبس يا هيقول فشل يا جماعة، اقسم بالله. اوه بيتكسر. اوه اتحرك من وراه. اوه اكنها زي البحر اللي هي بتعمل كده وكده. حلو الحتة دي قوي. ايه ده؟ انا عايز اعيد الحته دي. ايه ده؟ لا جامده جدا، جامده جدا. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ اوه اه ده دي التيزر الثاني. بص يا جدعان، بام بام جامد فشخ، اقسم بالله جامد فشخ يعني. انا مش عارف اقول لكم ايه والله. انا دوخت، حرام عليكم. اوه لا محدش يا ازاي القمر ده يسيبني ويمشي؟ لا غلط ماشي. اوكي انا بقيت مارك بيز يا جدعان. طيب وجاكسون وبام بام يعني جي بي لسه قدامه شويه صغيرين. المهم انا كنت اقول ايه، انا عرفت جاد 7 من اغنيه هارد كاري. هارد كاري هي وعرفتها من اختي كمان يعني، اللي هو الليدر بتاعنا. المهم هي كانت بترقص هارد كاري، فانا قلت لها الرقصه دي حلوه جدا عجباني وكده، فقالت لي على الفرقه وكده، فبدات اتابعهم.
فبدأت أحب بقى جاد 7، و الله يخرب بيك كده. هما من أول هارد كاري و نيفر ايفر، الأغنيتين دول أنا بحبهم جدا. فالمهم عشان ما أطولش عليكم، أنا راح أتفرج على الحتة اللي أنا قلت لكم عايز أتفرج عليها تاني. اعملوا لنا سبسكرايب، وفيديوهين شوفوا الفيديوهين، هيكون التيزرات وفيديو مختلف عنهم وبس. وما تنسوش تتفاعلوا معنا. باي.